لما كان إيفاء الكيل والميزان يتعذر معه الدقة المتناهية خفف عز وجل فقال لا نكلف نفسا إلا وسعها. فقوله عز وجل لا نكلف نفسا إلا وسعها فيه إشارة إلى وجوب الاجتهاد في إيفاء الكيل والوزن حسب الوسع، وما كان خارجا عن وسعه فلا جناح عليه. وقد جاء مثل هذه الآية في مواضع متعددة بأساليب متنوعة. قال عز وجل بعد الرضاع لا تكلف نفس إلا وسعها، وقال عز وجل بعد ذكر الأعمال الصالحة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها في سورة المؤمنون وفي سورة الأعراف، وقال عز وجل عما يختلج في الصدر من الوساوس في آخر سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل بعد قضية النفقة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها،